حضرتك ذكرت لينا واقعه، نعم، وهي انه اسرائيل يوم 5 يونيو نعم ضربت في القصفة الأولى، في القصفة الأولى ضربت محطة سكك حديد مصر وتأثرت المستشفى القبطي في شارع رمسيس. والحقيقة يمكن كتير من المتابعين ومن الدارسين هذه الواقعة بيستغربوا، كانت جديدة. فحابب أسأل حضرتك عن مرجعيتك في هذه القصة، يعني عشان نوثقها حتى للتاريخ. يشرفني يشرفني هذا. يعني حضرتك اللجنة الدولية للصليب الأحمر كلفتني من بين يعني خبراء كثر في العالم بمراجعة الاتفاق، مراجعة تعليقات خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، تعقيباتهم على اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين التي صدرت في أغسطس 1949. فكانت لدي المسودات والتعليقات لخبراء الصليب الأحمر، فكان من بين هذه الأوراق الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر أن مصر اشتكت إلى الصليب الأحمر حول واقعة قصف باب الحديد، محطة سكك حديد مصر، ومئات الشهداء جراء ذلك القصف، وأن القصف طال المستشفى القبطي. المستشفى القبطي. يعني بدأت معرضك من هذه الشكوى اللي مصر مقدمها للصليب الأحمر. للصليب الأحمر. وكانت أمامي باللغة الإنجليزية هذه الشكوى، ويعني مدونة في سجلات رسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف. فأنا عايز أشتغل على هذه الحادثة أو هذه الواقعة، لم أجد لها أي مرجع في الأدبيات العربية خالص. قانونية، اجتماعية، سياسية، عسكرية، لم أجد مرجع باللغة العربية، فكل باللغة الإنجليزية هو هذه الواقعة دون تأصيل قانوني أو فقهي ودون تفاصيل كمان، دون تفاصيل الواقعة، قصف شكوى كذا. أشكرك. فرجعت إلى كلية الألسن التي كنت أشرف حتى أشهر قليلة بعضوية مجلس إدارة الكلية، مجلس إدارة ألسن عين شمس. فذهبت إلى رئيسة وحدة الترجمة فبقول لها أنا عايز أي مراجع بلغات غير الإنجليزية. قالت لي طب وتسأل لي وتبحث لماذا؟ أنا كنت مولودة. أنت حضرتك قلت لها، لأنه قلت لها الواقعة، قلت لها الواقع، عايز تشوف في اللغات الاخرى، اللغات الاخرى هل في حاجه خاصه بيها ولا لا. ربما. دي كانت مين يا فندم؟ كانت مين ماسكه وقت الترجمه؟ الاستاذه الدكتوره حي ترزق اماني توما. ولدت، قالت لي يا دكتور ايمن لماذا تبحث؟ انا ولدت في هذه المستشفى يوم 3 يونيو قبل 5 يونيو بيومين. وحين حدث القصف وكل يعني الجدار والنوافذ دمرت عن كاملها فضلا عن عربات الإسعاف، مصر ذكرت ذلك عربات الإسعاف، فبتقول لي استدعوا إدارة المستشفى، استدعت كل أولياء الأمور لكل الأطفال والمرضى اللي موجودين في المستشفى لإخلاءهم. تعالوا يعني حتى يخلى المستشفى بالكامل. فبتقول لي تسأل لي يا دكتور أيمن، إذا كنت أنا موجود. أنا موجود. كان عندها يومين، كان عندها يومين. الأستاذة الدكتورة أماني توما رئيسة وحدة الترجمة، وحدة رفاعة الطهطاوي للترجمة بكلية الألسن العريقة جامعة عين شمس، التي تسأل لي أنا اتولدت في المستشفى. هذه واقعة تدلل بمكان أن حين يكون هناك قانون الدولة الإنساني بيذكر ماذا؟ حين يهاجم المهاجم هناك اعتبارات واحتياطات. أول حاجة قبل الهجوم أن تكون لديه معلومات استخباراتية موثوقة دون ما شك بأن هذا هدف عسكري مشروع قصفه. رقم 2، أنه لن يكون هناك ضرر جانبي بأي مدنيين في جوار في محيط المستشفى، وإن كان هناك ضرر جانبي مسموح به في القانون الدولي الإنساني مسموح، ولكنه لكن في شروط أشكر لا يطغى ولا يزيد نسبة القتل والإصابة عن المزية أو الميزة العسكرية التي سيحققها المهاجم
اللي هو بيضرب بالقصف بالصواريخ، اذا كان 100 1000 200 300 حتى 50 واحد، هذا في القانون المدني جراء قصف باب الحديد. انا لا اتحدث حتى عن المحطه، انا اتحدث عن المحيط. المحيط القانون الدولي بيقول حتى في اللحظه الاخيره قبل القصف، اذا تيقن المهاجم بان هناك شك، مش هقول بقى يقين، لا، هناك شك ان هذا ليس بهدف عسكري مشروع، عليه التوقف عن القصف. التوقف عن القصف والغاء الامر. الغاء الامر بالقصف. طبعا اسرائيل تعصف بذلك. لا، انا واحنا بنوثق الواقع دي الحقيقه، يمكن بطالب لو في اي جهه عندها تصوير صوره يعني فيديو لهذه الواقعة، دي واقعة مهمة جدا في يعني التاريخ. فيديو يعني فيديو، لكن لو صور حتى صور في محطة باب الحديد، أكيد المؤسسات المعنية ذات أكيد الصلة هيكون لديها. طيب، هذه الواقعة. يعني احنا قلنا نوثق بس مع حضرتك مرجعية هذه القصة. ده شرف